استاذ نجيب عم اقول لك لقطه، بتعرف شو يعني لقطه؟ بعدين بصراحه هي مكسب كتير كبير للمحطه باعتبارها فنانه كبيره وستارز، وما كانت قبلت من اساسه. بس بتعرف انا باسلوبي المميز ضليت وراها ضليت وراها ضليت وراها لاقتنعت. لا 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 لا، انا ما بتداخل بتفاصيل مو من اختصاصي مثل ما بتعرف يعني. اوكي اوكي استاذ اوكي، شكرا، باي 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 باي. طب ليش ما دقيتي لي؟ نون دقيت لك 6000 مره بس انت ما عم تردي على موبايلك. شو في شو في؟ على النسوه نسيانته عالصامت. وبعدين معه هذا ما بده يحل عنا يعني؟ والله ما بعرف زوره، انا كثير خايفه، شو بدي اعمل؟ والله ما بعرف يعني. ليه ما قلتي له لوسيم انك مخطوبه؟ ما بعرف هيك الله من عنده عم على قلبي، ما بعرف ما في سبب. بالله يعني بركي عرف شو بكون موقفك. اه هزار لا توتريني اكثر ماني متوتره. خلص خلص عيدي هلا روقي لنعرف نحكي لنا كلمتين. مين هذا؟ وائل؟ لا هي سميحة. شو بدك تعمل؟